تتجه أنظار الأهالي في بلدتي باقة الغربية وجت، ومن خلفهم سكان الكيبوتسات المجاورة في هذه الأيام نحو المنطقة الغربية للبلدين، في خضم حراك شعبي ورسمي يسعى لإقامة منطقة صناعية مشتركة في ظل معارضة شديدة من سكان الكيبوتسات. الموضوع الأساسي والصاخب اليوم كان هل يحق لبلدية باقة ومجلس جت المحلي بمنطقة صناعية غربي شارع إسرائيل؟ فكانوا الجيران إنه كان إيلان سدي والطاقم اللي إله، وطبعا مع المختصين اللي هم الخبراء الاقتصاد، ادعوا ادعاء كاذب أن لبلدية باقة ومجلس جت المحلي لا يحق لهم منطقة صناعية غربي شارع إسرائيل، وحاولوا يحطوا عابر شارع إسرائيل هو كحسام أو كمحسوم على تطور البلدات الثنتين غربي شارع إسرائيل. رغم موافقة اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء على إيداع الخارطة الهيكلية لباقة وجت ومن ضمنها المنطقة الصناعية، إلا أن الأمر بات يستدعي تحركات وجهودا حثيثة للتصدي للحراك المضاد الذي يقوده سكان الكيبوتسات بحجة المس بجودة الحياة العامة لديهم. إحنا في باقة بحاجة لهذه المنطقة من أجل إخراج المصالح الصناعية والتجارية اللي بتضايق المواطنين، مثل ورشات عمل اللي هي يعني بتشكل مصدر تلويث بيئة ضجيج، غير المشاكل بين الجيران والناس. وفي حال المصادقة النهائية على المخطط الهيكلي، تكون مساحة نفوذ قرية جت حوالي 7463 دنما، بينما نفوذ باقة الغربية سيكون 9930 دنما، وسط طوق جغرافي يحيط بالأخيرة ينتهي حاليا بمخطط السكة الحديدية.